وللمزيد ايضا نستضيف معنا في الاستوديو مدير برامج الشرق الاوسط بالمعهد الامريكي للسلام سرهنج حماسعيد. اهلا بك. اهلا بك. ابدا معك اولا بالربط ما بين الشان الايراني والشان العراقي، الى اي مدى فإن وجود أو تدخلات الإيرانية في الداخل العراقي تؤثر على مسار السلام ومسار السياسة فيها؟ الدور الإيراني قوي في العراق وفي المنطقة، وأكيد هذا يؤثر على مسار السلام والاستقرار في هذا البلدين. في تضارب في المصالح الأمريكية والإيرانية وأيضا مصالح دول المنطقة في مشتركات، ولكن في تضارب. المشتركات كانت الحرب ضد داعش والحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، لكن في خلافات على شكل الحكم بالعراق ومن يسيطر على مسار الحكم في العراق. العامل الكبير الذي تغير بالعراق هو المظاهرات والشباب المنتفض الذي يريد مستقبل أفضل، وهذا يضر بمصلحة ومسار الذي استثمر فيه إيران. فهذا المجتمع الدولي ودول المنطقة ساندوا هذه المظاهرات، فهسه الآن نرى تضارب في هذه المصالح. إذا استمرت في تشنجات وفي أخذت منح العنف، بالأكيد يضر بالسلم والاستقرار. منح العنف موجود بالأساس في هذه المرحلة. منح العنف راينا في، يعني ممكن ننظر الى العنف في طريقتين في مستويين. اولا صارت في مواجهات في المناطق الغربيه عندما اعترضوا على سلوك النظام وسياسات النظام، وادى الى هذا تقدم داعش والدوله فقدت السيطره على ثلث مساحه العراق، وتم استرداد هذا بطريقه صعبه. الان العنف ياتي من مواجهات بين متظاهرين سلميين، لكن قوات موجودة ضمن مؤسسات الدولة وضمن قوات لها أجندات أخرى واجهت المتظاهرين وقتلت المئات وجرحت الآلاف، وهذا الاتجاه ليس في خدمة استتباب الأمن والاستقرار في العراق. بعد قرار الصدر بالانسحاب من الساحة أو ساحة التظاهر العراقية، اتهم الثوار في العراق الصدر بالخيانة لمقابل الوعد الإيراني، إلى أي مدى يؤثر انسحاب الصدر من الساحة العراقية على مسار الاحتجاجات؟ الصدر أحد اللاعبين الأقوياء في الساحة العراقية، وأكيد له قاعدة جماهيرية قوية. استخدم هذه القاعدة الجماهيرية في السابق في الضغط على الحكومة عن طريق المظاهرات، وفي هذه المظاهرات الأخيرة رغم أنه لم يتبنى المظاهرات، يعني دعم المظاهرات، لكن لم يعلن المشاركة الكبيرة فيها، فسحب المتظاهرين أو الحماية لهم ممكن يكون محط انتقاد، لكن كان في محط خوف أيضا بأنه كان في انتقادات في ساحات التظاهر بأن السيد الصدر يستغل هذه لمصالح سياسية للتيار الصدري ولمكتسبات سياسية. السؤال المطروح الآن هو هل سيبقى زخم المظاهرات سيبقى بزخم شعبي، وهذا الامتحان الذي سنراه في أيام القادمة. حماية المتظاهرين يجب أن يبقى ضرورة لمسؤولية الدولة، ولكن السؤال مطروح جدا أنه كما رأينا بالسابق بحماية السيد الصدر وبحماية السيد السيستاني رأينا العنف، فإذا سحب هو دعمه أو تواجده فهذا يزيد من مخاوف المتظاهرين بأنه ممكن في الأيام القادمة نشهد عنف أكثر ضد المتظاهرين. ضيفي الكريم مدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الأمريكي للسلام سرهنج حماسعيد، شكرا لك، كنت ضيفا عزيزا على استوديو. شكرا للاستضافة.